يا أيها الإخوة الكرام، الآن بكل حفاوة وتكريم أدعو فضيلة الشيخ القاري المكري عبد الغفار المكابي حفظه الله تعالى أن يتفضل ويتلو علينا ما تيسر له من آية القرآن الكريم. وفضيلة الشيخ قادم إلينا من جمهورية مصر الإسلامية، وقد مرحه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا جميلا ويمتعنا ويرزق قلوبنا بتلاوته حلاوة وطلاوة بحسن صوته وجمال أسلوب قراءته، فليتفضل مشكورا. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يبارك فيك ما شاء الله. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. بسم الله
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، صوت قرآن، نظام قرآن، فضیلۃ الشیخ عبدالغفار المکاوی. صلاة الانتقال
يبارك فيه ما شاء الله ما شاء الله صل على بسم الله والسماء يوم تنزه فما لهم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول كرم وما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول كرم
تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى صدق الله العظيم.